كشف مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار عن أول منزل تم بناؤه في المنطقة بتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد بهندسة معمارية تراثية. يأتي هذا المشروع كثمرة للتعاون بين القطاع الحكومي والخاص وأيضا الأكاديمي على أرض المجمع، وتم خلال هذه العملية تدريب مجموعة من الطلبة الباحثين من كلية الهندسة في الجامعة الأمريكية بالشارقة هذا المجال على هذه التقنيات، ليكون تنفيذ المشروع بمثابة تدريب عملي فعال. المزيد في تقريرنا التالي. يعتبر هذا المشروع أحد المشاريع الاستراتيجية في مجمع الشارقة للأبحاث، وهو بالشراكة بالجامعة مع الجامعة الأمريكية ومجمع الشارقة للأبحاث وشركة ميت كونستراكشن. المشروع هذا عبارة عن بيت ثلاثي الأبعاد، طباعة ثلاثية الأبعاد للبيوت. البيت هذا يواكب الثورة الصناعية الرابعة، ويعتبر هذا المشروع مشروع استراتيجي في المجمع. طبعا احنا اخترنا الديزاين انه يكون ملائم للبيئه وملائم للمجتمع، لنحاول نقرب الافكار ونقرب التكنولوجيا الى المجتمع. استغرق بناء البيت قرابة الأسبوعين. البيت هذا يشكل ثورة صناعية من ناحية أنه في سرعة في الإنجاز وإتقان في التصميم. طبعاً في إقبال كبير على المنزل من خلال الزائرين، وكل حاب يتعرف على التكنولوجيا هذه وكيف يقدر يستخدمها ويوظفها في احتياجاته الخاصة. بالطبع لدينا خطط مستقبلية كثيرة راح نفصح عنها في وقتها. تقنية الطباعة الثلاثية الأبعاد هي تقنية قديمة وطبقت منذ سنين، ولكن في مجالات أخرى، في مجال البلاستيك، أغلب شيء في مجال البلاستيك وأيضا في مجال المعادن، وحاليا قاعدين نحاول نطبقها في مجال الكونكريت الخرسانة، بحيث أنه نقدر نطبع مباني نفس الطابعة العادية، نفس طابعة الكمبيوتر. المكائن بتنفذ بسرعة أكبر بكثير من الأيدي العاملة. ايضا في نسبه الاخطاء، المكائن بالعاده ما ترتكب اخطاء نفس الايدي العامله، نفس البشر. فبكون ان احنا قاعدين نعطي هذه المهام لماكينه، هاي الماكينه تقدر انه تنفذ نفس الشيء، نفس المهام بسرعه اكبر، باخطاء اقل وبدقه عاليه. طبعاً نحن ما قاعدين نبني بتقنية الثلاثية الأبعاد بشكل كامل، نحن قاعدين نمزجها مع البناء التقليدي، بحيث أنه يكون نفس مستوى السلامة في البناء التقليدي يكون نفسه في هذا المنزل أو في المنازل الثلاثية الأبعاد، فنحصل يعني فوائد من الطرفين، من العالمين. التكلفة حالياً بتكون أغلى من البناء العالي، وهذه لأنه في منافسة أقل في السوق، فتكون الأسعار عالية، والتكنولوجيا بعد لازم ندرسها ونحاول انه نلقي طرق انه نطبقها بتكلفه اقل. وايضا مع العمل، يعني مع كبر المشروع، كل ما زاد كبر المشروع كل ما قلت التكلفه، لحد ما يوصل، اذا وصل حجم معين يكون تكلفته اقل من البناء العادي. نقشه الجدار لها نقشه مميزه ما تقدر تحصلها الا في التقنيه هذه. في كثير من الزبائن اللي حابين يبنوا بس عشان النقشة هاي، ما لهم علاقة بشيء ثاني، بس التكستشر هذا. البناء مثل البناء التقليد، كل شيء اللي حابه، إذا حاب يشيل النقشة مثل ما شايفين إحنا شايليها، إذا حاب يشيلها ويرجعها بعدين، بعد يعني كمان عندنا حلول لإلها. كل شيء حابه العميل إحنا يعني جربناه ولقينا له حلول.